ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل 3 افكار مختلفين من كاس او كوبايه مكسوره. فكره سهله بسيطه وديكور شيك جدا. اول حاجه، انا كان عندي كوبايه مكسوره، هي اصلا لا وقعت ولا حاجه، فجاه كده لقيت القاعده الواحده، فقلت لها خلاص تعالي بقى نعمل منك فكره كده تكون بسيطه. دي القاعده بتاعت الكوباية، وكانت أصلا مش فيها أي زيادات للإزاز أو حاجة تجرح الإيدين، كانت متساوية خالص. ولو في يعني لو في الكاس أو الكوباية المكسورة عندك قطع زيادة تقدري تعمليها في صنفرة، خلاص بتبقى متساوية معاكي. عندي هنا القاعدة، هبدأ كده أزينها بشريط اللولي ده. لو الشريط مش متوفر عندك، في فصوص لولي بتتباع لوحدها، بتكون على حسب ما انت عايزة، يعني لو جبتي ب5 جنيه بتكون كمية كتيرة، والشريط ده المتر فيه ب6 جنيه، برضو مش غالي، بيقعد معاكي كتير وهتستخدميه في حاجات كتيرة، هتقدري تزيني بيه حاجات كتيرة عندك في البيت. شايفين انا حطيت بس شمع كده على القاعدة ولفيت عليها شريط اللولي، واي وردة تكون شكلها كيوت كده تثبتيها عليها، وردة او فيونكة، حاجة بس كده ان هي تبين الشكل او تدي لها منظر يكون جمالي. شايفين كده بقت قمر قوي. دي نقدر نستخدمها كده كشمعدان صغير كده يتحط عليها الشمع. الوردة عشان بيضة والمفرش أبيض، حاساها مش واضحة قوي، فحطيت كده المفرش ده أو قطعة الفوم دي تبينها أكتر. حطيت عليها الشمعة كده وبقيت بالشكل ده. ولو مش متوفر عندك الشمع ده، تقدري تستخدمي شمعة إلكترونية وتحطيها كده كديكور أو زينة. فكرة جميلة وبسيطة وشكلها حلو قوي. الفيديو اصلا قمر قوي وعجبني قوي، كنت فرحانة جدا وانا بعمله. شايفين شكلها جميل خالص. يلا بينا بقى نروح على الفكرة التانية. هنا الكاس نفسه، وكان عندي الجزء ده كان من نجفة قديمة، فكان فيها كام شكل من الابلكانات دي، هو شكل واحد بس كان فيها قطع كتير، فانا اخدتهم اعمل بيهم اعادة تدوير. برضو تقدر تستخدميها كشمعدان، تحطيها كده على الكوباية وتحط عليها شمعة الكترونية او شمعة عادية المتوفرة عندك، برضو زي ما قلنا في الفكرة الاولى. تقدر تسيبيها باللون ده وتقدر ترشيها نفس لون الكوباية بلون ذهبي. هنا كده شكل الشمعة العادية برضو عليها، شكلها بجد حلوة قوي. والديكورات دي بتتباع برا غالية جدا، فليه احنا ما نعملهاش من حاجات قديمة عندنا في البيت. تالت فكرة معانا، ممكن نستخدمها كفازة وردة او زهرية. بتجيبي كده اي بوكي ورد وبتحطيه فيها. تقدري تحطي قطعة كرتون في القاعدة من تحت وتلفي عليها شريط لولي وتثبتيها بالشمع، وتقدري تسيبيها كده. الفكرة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ومن حاجة كنا خلاص هنرميها في الزبالة. أتمنى تكون الأفكار سهلة وعجبتكم، وأتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك، وما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات، وانتظروا الفيديوهات التانية.